واحد يقول هل المتوفين والمنتقلين الموجودين في الفردوس في مكان الانتظار اذا حصلت كارثة لاحد من اولادهم يعصروا هذه الكارثة ام لا يوجد اي اتصال؟ ما لو كان كل كارثة توصل لهم يبقى هم هيعيشوا جوا من الكوارث، يبقى ما راحوش المكان الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنكد كما نقول في الصلاة. وبعدين يبصوا يلاقوا يقولوا لهم الحقوا جت انفلونزا في الطيور، وبعدين الحقوا جت للبهايم حاجة تانية اسمه ايه بتاع البهايم ده؟ نعم حمى القلعية، وبعدين والجلد العقيد بتاع النهارده. يبقى هم عايشين في جو من الكوارث، ما بقاش فردوس ده. الحاجات الوحشة دي ربنا ما يوصلهاش ليهم. دي تفكرنا قصة ملك قديس من ملوك العهد القديم قبل السبت. ربنا قال له هتموت لكي لا ترى عيناك الشر العظيم الذي يحدث تحت الشمس، عشان ما تلحقش تشوف البلاوي اللي هتيجي.